يا اخو بالماضي قلت لك انا لو كان يدير بالماضي غارديا بالماضي ولا ديفونس بالماضي ووسط الميدان بالماضي وما ملي تيتيلال هذوك اللي ما يلعبوش ماشي لي تيتيلال اللي تيتيلال يلعبوا اللي ماشي تيتيلال اللي يريحوا في الكاريطه يديرهم بالماضي ثانيك راهي مليحك معايا باسكو الماضي جامي يكون أسوأ من الحاضر. الماضي دائما حاجه مليحه هو اسمه ديجا كيما يقولوا السعاده كامله في اسمه غير تسمع اسمه جمال حاجه شابه بالماضي يا اخو ديجا انا في الماضي ديجا انت معايا وان شاء الله نتفكروا ايامات الماضي كيما ربحنا المانيا في 82 وربحنا روسيا وربحنا بزاف فرق مونديال تاع البرازيل شغل عندنا تاريخ كره القدم ان شاء الله نافونسي كيما نافونسي في كره القدم وكما نقولوا حنايا بالماضي او في البوست تاعو كما نقولوا فيه خدمته دوك تجيب انسان طباخ يطيب تقدرش تقول له روح دخل لي الغاشي لي زانفيتي هذيك خدمه تاع اجون يا اخو بالماضي مدرب او يخدم مدرب خويا ويلعب كره قدم تسمى كما نقولوا قراها تدريسيا وقراها كما نقولوا تطبيقيا تسمى كما نقولوا حنايا عنده التطبيق تسمى عنده في رجليه اللي ما يعرفش بالماضي يروح يعاود المباراه القديمه تاع بالماضي كيفاش كان يخدم مدرب في التيران يا اخو هو كان مدرب في التيران قبل ما يكون مدرب في كرسي الاحتياط تسمى كان لاعب رقم 10 كان هو كما يقولوا يوزع اللاعبين وين يروحوا بس كيقول لك المدربين كاين زوج كاين المدرب اللي يدير الخطه قبل المباراه والشوط الاول هذاك الشوط الاول قال كاين مدرب داخل الارضيه هو اللي كما يقولوا يوزع اللاعبين شغل يجيريهم بس عنده يجي عنده لابال هو يمدها لي من حب بالماضي ما يقدرش كي يجي بالون عند ديس يقول له مد لهذا ولا مد لهذا هو يعرف لي من يمد يشوف شكون اللي راهو في البوست تاعو مليح وعنده كما يقولوا افضليه يمد له هذه هي طازج حلة جديدة وذوق أروع زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.